ماريا غوريتي القديسة قالت لا في وقت كان ممكن ان هي تقول ايوه فيه، ان هو كان في ولد وكان حاول ان هو يتعدى عليها، وكان في اختيار ان هي تقدم حياتها او ان هي تسلم نفسها، فهي اختارت ان هي تقدم للمسيح حياتها عن ان هي تسلم اغلى حاجة عندها. لكن قبل كده هي عاشت مع يسوع وكان هو الأولوية، وجسدت المحبة دي من خلال هذا الموقف.